بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم برضو عن موضوع مهم يخص الديسك مانجمنت. الموضوع بتاعنا اسمه الديفراج. الديفراج هو إعادة تأهيل الهارد ديسك بتاعي. عايز اقول لك على حاجة كده، يعني هنشرح حاجة كده. فين اكسسوريز؟ بس هنشرح حاجة وانت لوحدك هتفهم انا قصدي ايه بعملية الديفراج. بص يا سيدي، احنا مش اتفقنا مع بعض ان الهارد بتاعي بالشكل ده؟ الهارد بتاعي لابد ان انا علشان خاطر احط جواه داتا، لابد ان انا اقسمه لكلاسترز بالشكل ده. صح؟ وكل كلاستر من دي بتاخد رقم، وسواء الهارد ديسك، سواء الاوبريتنج سيستم بتاعي اكس بي او 7، الاوبريتنج سيستم بالظبط بيعمل ايه؟ بيعمل لنفسه جدول اللي هو الفايل اللوكيتور تيبل، علشان خاطر لما يجي تحط داتا يبقى عارف كل كلاستر فيها ايه. الداتا اللي انا حطيت فيفا يا عم، الفيفا دي شوف 2 3 جيجا او 10 جيجا، مكتوب على كلاسترات. حضرتك بتيجي تشغل اللعبه بتشتغل معاك، الجهاز بقى يعرف هي موجوده على انهي كلاسترز. لازم يكون عامل لنفسه جدول يقول لك البروجرام الفلاني موجود من كلاستر 1 لكلاستر مليون مثلا. خريطه يبقى هو عارف الكلام ده. تمام كده؟ فيها مشكله؟ مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ ولو هو فات يبقى حجم الكلاستر بتاعتي لو فات 16 64 كي، لو فات 32 16 كي، لو انت اف اس 4 كي. الفكره بقى وما فيها ان الجهاز بتاعي لما انا باجي مثلا على بارتيشن زي السي بالشكل ده، ادي البارتيشن اللي اسمه سي، ببدا ان انا اقسمه بالشكل ده كده لكلاسترات. صح؟ صح ولا غلط؟ هحط داتا، بتتحط الداتا هنا، حط داتا تاني تتحط هنا 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 هنا، ويجي الراجل ده يقوم عامل لنفسه جدول بالشكل ده كده، يقول لك ايه والله الداتا الفلانيه داتا مثلا موجوده في كلاستر 1 و2 و3. صح كده؟ تعبوا ارسمها لكم بالقلم انا، بس ايه بدل ما نركب القلم والكلام ده. خلاص كده؟ ويبدا ان هو يشتغل ويستدعي لك الداتا في اي وقت. جيت انا حطيت داتا ثانيه، هيقوم عامل مزود في الجدول ويقول لك الداتا الثانيه موجوده في 4 و5 و6 و7. اتفقنا مع بعض ان الكلاستر الواحده ما بيكتبش فيها اكتر من داتا، يعني لو اتبقى كي بحطه في كلاستراية خلاص مش مستخدمه الكلاستراية دي، مش ده اتفقنا مع بعض عليه؟ طيب. جيت انا رحت عامل ايه بقى؟ جيت انا ادي الكلاستر دي مليانه والكلاستر دي مليانه والكلاستر دي مليانه والكلاستر دي مليانه والكلاستر دي مليانه. جيت انا رحت جاي كده ومسح الداتا اللي هنا ومسح الداتا اللي هنا اللي على الكلاستر ده ومسح الداتا اللي هنا. فبقى كده عندي فوق كام كلاستراية فاضية؟ ثلاثة. جيت رحت حاطط داتا، بنقل داتا من على هارد اكسترنال للفلاشة، هيقوم عامل ايه؟ هيقوم نازل الداتا هنا، تقوم حاطه في الكلاستر دي وفي الكلاستر دي وفي الكلاستر دي. حلو؟ اتبقت بقى الداتا، داتا لسه متبقية، هتقوم كاتبه في الكلاستر دي والكلاستر دي والكلاستر دي والكلاستر دي. حلو كده؟ ها؟ جيت حطيت داتا تانية، هتقوم كاتبه في الكلاستر دي والكلاستر دي، لأن دول مليانين. صح؟ فلما تيجي حضرتك تستدعي الداتا، لو على الاكس بي تبص تلاقيه مطلع لك البتاع بتاعت الرملة دي، يقعد شوية وبعدين يفتح لك الفولدر. صح؟ لو على السيفن تبص تلاقيه عمال يلف لك البتاع الزرقاء اللي عمالة تلف دي، ويقعد يستدعي لك الفولدر. صح؟ ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان الفولدر موجود في كلاسترات بعيدة. طب لو الراجل ده الكلاسترات مترتبة او متنظمة، هتبقى سهلة بالنسبة له ان هو يجيبها. صح؟ فالديفراج
ما هو الا اعاده تاهيل الكلاسترات، يجمع الكلاسترات جنب بعضيها. فاكرين واحنا صغيرين لما كانوا بيجيبوا لنا البازل اللي هو يجيب لك صوره ارنب ولا صوره فيل وملعبكها لك كده ملخبطه لك ويقول لك جمعها، تفضل انت تعمل ايه؟ تفضل انت تجيب الصوره دي على جنب والصوره دي على جنب والصوره دي على جنب، ودي مش عارف ده عينيه ده رجليه ده مش عارف ايه، لغايه ما تكون الصوره. صح، ده بالظبط اللي بيعمله الجهاز. الجهاز بيعمل ايه؟ الجهاز لابد علشان خاطر حضرتك تعيد تاهيل الكلاسترات ويرتبها تحت بعض، لابد ان هو يكون في فري سبيس 15%. 15% دول زياده او نقصان حسب الهارد ديسك مساحته. يعني لو تيرا يبقى انا محتاج 150 جيجا فري سبيس. لو جيجا يبقى انا محتاج 15 ميجا فري سبيس، وهكذا. ليه؟ ما هي بتاعت البازل دي اللي احنا كنا بنعملها كان بيسيب لك خانه او خانتين فاضيين علشان تقدر حضرتك تحط جواهم الحاجات. بالظبط. والمثال ده موجود في الموك، بيقول لك لو انت عندك دولاب والدولاب ده فيه فانيلات وفيه قمصان وفيه شرابات وفيه بنطلونات، وانا رحت جاي ماسك الفانيلات على القمصان على الشرابات ورحت عاملهم كلهم كومه ورميهم في الدولاب، لما احب اجيب بنطلون البني مثلا مع القميص الاخضر، شفت عشان ايه حلو كده، لما تجيب بنطلون بعينه، عايز تجيب بنطلون بعينه مع قميص بعينه، هتعمل ايه؟ لازم تهد الكوم ده وتطلع البنطلون اللي انت عايزه، او تقعد تسيرش بقى وتاخد. صح كده؟ ما هو ده اللي هيحصل، ان انت تطلع الكوم ده تطلع البنطلون الفلاني. طيب لو احنا دلوقتي نظمنا لك الدنيا، جبنا لك كده رف ورحنا حاطين لك فيه التيشيرتات، ورف تاني رحنا حاطين لك فيه البنطلونات، ورف تاني رحنا حاطين لك فيه القمصان، لما حضرتك هتحب القميص عينك هتيجي على الرف بتاع القمصان تشيله، عايز بنطلون عينك هتيجي على الرف بتاع البنطلونات تشيله. صح؟ طيب الكومه دي حبيت ان انا انظمها، هعمل ايه؟ لازم يبقى عندي مساحه فاضيه في الدولاب. المساحه الفاضيه اللي في الدولاب دي ايه؟ علشان خاطر وانا بنقي في الكومه دي لقيت بنطلون احطه على جنب، لقيت شراب احطه على جنب، لقيت قميص احطه على جنب، لقيت تيشيرت احطه على جنب، فبعد كده لقيت بنطلون احطه في الحته بتاعه البنطلونات. صح؟ فعلشان كده الهارد لازم يبقى فيه فري سبيس 15% من المساحه بتاعته علشان خاطر الراجل ده يعمل ديفرينج. وصلت؟ الديفرينج مختلف شويه في الاكس بي عن السيفن، ومختلف شويه في ال2003 عن ال2008. ال2003 زي الاكس بي، ال2008 زي السيفن. فاحنا هنشرحه على الاكس بي ونشرحه على السيفن، وهما مفيش فرق ما بينهم في ال2003 وال2008. خلاص، في فرق بسيط، في زياده بس بسيطه على مستوى السيفن. تخش على الحته بتاعت الديفراج دي منين؟ لو حضرتك وقفت على ماي كمبيوتر قلت له مانجد، هتبص تلاقي ايه؟ مش في حاجه اسمها ديسك مانجمنت وحاجه اسمها ديسك ديفراج. لما تيجي تقف عليها هيجيب لك البارتيشنات اللي موجوده عندك. تعالى هنا نيجي هنا كده ونكريت له كمان بارتيشن. لما تيجي تقف هنا كده هيجيب لك كل البارتيشنات اللي عندك. قدامك حل من الاثنين او اختيارين، يا اما تقول له انالايز فيحلل لك، يقول لك والله احنا السي ده مساحته كذا وعايزين نعمل له ديفراج في الحته الفلانيه، الاي ده مساحته كذا وهنعمل له ديفراج كذا، انالايز تحليل، او تقول له ديفراج على طول. وانت المفترض كل 3 شهور او كل شهرين تعمل ديفراج للهارد بتاعك، عشان انت طبعا بتحط داتا وبتدلل داتا وبتحط داتا وبتدلل داتا، فيبقى يقسم لك الكلاسترز ويرتبها لك. معايا كده؟ تمام كده. فانت ممكن ان انت تقول له انالايز وممكن تقول له ديفراج. طبعا الديفراج مش شرط ان انت تخش له من هنا
انت ممكن تخش له من اكتر من طريق، زي ما انت ما بتخش للديسك مانجمنت، وممكن ان انت تعمل له شورت كات. يعني لو جيت هنا كده وقلت له نيو شورت كات بيرسنتج وين داير بيرسنتج باك سلاش سيستم 32 باك سلاش دي اف ار جي. الام اس سي ده كونسول موجود في مايكروسوفت مانجمنت كونسول، ده برنامج كبير. انا تمام كده. فانت تقدر ان انت تقول له انالايز، وممكن تقول له ايه ديفراج على طول. طبعا بتاخد وقت، يعني الديفراج بياخد وقت. حتى لو انا مش دليت اي حاجه، ايه حتى لو مش دليت اي حاجه اهو، ممكن برضو باستخدام الكوماند لاين. يعني ممكن باستخدام الكوماند لاين تعمل له انالايز. يعني لو جيت هنا كده في الكوماند لاين وقلت له مثلا انا عايز اعمل ديفراج، ديفراج سي نقطتين وبعدين تقول له سلاش ايه. سلاش ايه يعني ايه؟ انالايز. او سلاش دي يعني اعمل ديفراج. فانا اقول له انالايز. وانا دوست على حاجه اقفل ده. طيب بص، قال لك ايه؟ قال لك انت المساحه الكليه بتاعتك كذا، فاهم؟ المتاخد منها المساحه كذا، الفري سبيس كذا. بيقول لك ايه؟ يو دونت نيد تو ديفراج ذيس فوليوم. انت مش محتاج. ليه؟ هو انا حطيت حاجه اصلا وعملت ايه؟ هيعمل ديفراج. بس هياخد وقت. قول له بس اف، يعني قول له ماينس اف، قول له هنا ماينس اف. ماينس اف هو اللي بتعمل بيه ديفراج. شايف انت كده بتعمل ديفراج دي. تمام. الوضع بقى مختلف شويه عن السيفن. السيفن نفس القصه بالظبط بتاعت الاكس بي، نفس الكوماند لاين، نفس كل حاجه بالظبط. بس الفرق الوحيد ان انت هنا لما بتيجي لا لسه يا عم، هو طبعا شايف ده. لما بتيجي هنا وتعمل عمليه الديفراج، طبعا هو قافل لك الكلام ده عشان هو انت بترن من هنا. ها، اما فتح لك الكلام ده انا ما اقدرش اعمل سكادول للديفراج. اقدر اعمل حاجه اسمها سكادول؟ يعني ممكن ان انا اقول له كل 3 شهور اعمل لي ديفراج؟ لا، انا لما افتكر اخش اعمل. صح. الكلام ده بقى تلاشى في السيفن. السيفن برضو لو انت عايز تخش على الحته بتاعت الديفراج، ممكن تيجي تكتب هنا ديسك يفتحوا لك اهو. برضو ممكن بص نفس الكلام، ممكن تعمل انالايز للداتا وممكن تعمل ديفراج. بس الفرق الوحيد ان انت ممكن هنا تكونفيجر سكادول. يعني تيجي هنا كده وتقول له انا عايز اعمل لك سكادول. السكادول ده بيقول ايه؟ بيقول كل مثلا شهر اول يوم في الشهر الساعة الفلانية، الساعة مثلا 1 الظهر، اعمل ديفراج للسي والاي والاف والجي والاتش. ممكن طبعا ايه تشيل ده وتختار اي واحد من دول. يعني ممكن مثلا تقول له لا انا مش عايز اعمل للسي، انا عايز اعمل للاي والاف، وتقول له اوكي. سؤال بقى، حتى الكلام ده ممكن يبقى عن انتي فايروس. لو انا عملت السكادول ده وجيت في اليوم الفلاني اللي انا محدده وما فتحتش الجهاز فيه، اليوم الثاني يعمل ديفراج ولا لا؟ حتى في السكاننج بتاع الانتي فايروس. صح. بص هو بيقول لك ايه؟ بقول لك احنا هنران الديفراج
مرة واحدة every month. هنستارت الاسكادول امتى؟ 1/8/2011. طبعا الكلام بالظبط على 2003 وال 2008 نفس القصة. 2003 هتلاقي نفس شكل الدفراج ده. بس ال 2003 مش هلاقي مفيش سكادول. ال 2008 هتلاقي نفس الشكل ده بالسكادول. تحبوا افتحه لكم؟ لا. هو واحد بالظبط. سهلة ولا صعبة؟ دي قصة الدفراج. يبقى الدفراج ايه؟ اعادة تنظيم الهارد بتاعي. اعادة تنظيم الهارد بتاعي. الكلاسترز اللي في الهارد. لكم سؤال في الدفراج؟